مرحبا فيكم مشاهدينا من جديد بقصتنا الرياضية لليوم، وتحديدا بطل قصتنا هو اللاعب أو أكبر لاعب قدم محترف في العالم، اللاعب المصري عز الدين بهادر صاحب 75 عام، واللي خاض أول مباراة مع فريقه 6 أكتوبر بدوري الدرجة الثالثة في مصر، لعب 90 دقيقة كاملة بالرغم من تعرضه لإصابة. والمفاجأة كانت وهي الأكبر هي تسجيل عز الدين هدف لفريقه جاء من ركلة جزاء. خلونا نتابع هالمشهد مع بعض. مدرب فريق 6 أكتوبر أدلى بتصريحات كانت منطقية، وقال فيها أنه الفريق ما رح يستفيد بنسبة 100% من اللاعب على الجانب الفني، ولكن الهدف من مشاركته وتأهيله فنياً كان الوصول إلى موسوعة جينيس الأرقام القياسية اللي بتشترط أنه يلعب اللاعب لأكثر من 180 دقيقة، أي مباريتين كاملتين. وهي الحالة لح تبقى لعز الدين 90 دقيقة لحتى يلعب، لحتى يدخل موسوعة جينيس الأرقام القياسية كأكبر لاعب في العالم. طبعا العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا التعليقات ونشروا بعض التعليقات وأعطوا آراءهم حول هاللاعب وجدارته ويعني داخل الملعب. من المحمود المصري اللي قال معنى أنه يحرز هدف واضح أنه بيستحق اللعب، لأنه الفريق المنافس عمره ما هيعدي له الكرة ولا هيجمله، وحتى فريقه لما يوصله الكرة هو زي أي لاعب رأس حربة، كل الفريق يوصل له الكرة. أما أيضا تعليق آخر فكان من أنس يلي قال هذا اللي قاتلنا الأرقام القياسية الفاضية واللي فش فيها أي إنتاج أو اختراع أو فائدة للبشرية. أما تعليق آخر فكان أيضا من محمود عبد الله يلي قال أصلا هو ما يريد يلعب كرة، هو يريد شهادة التقدير الخاص بموسوعة جينيس وبس. هذا رأي مختلف. أما رأي آخر مختلف على الآراء الأخرى ياسر يلي قال ده نسميه صناعة الخيابة، مش لاقيين حاجة نعملها فندخل فندخل مسني في قائمة كورة ويبقى إنجاز عالمي. هاي كانت مشاهدينا التعليقات حول هالموضوع، هاي كانت أهم أخبارنا لهالحلقة. إن شاء الله موعدنا بيتجدد بكرة بأخبار جديدة وترند جديدة. أنا من هون لبكرة بتمنى أن نلاقيكم على ألف خير وصحة، وما تنسوا الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا. أنا صار لازم أودعكم، باي باي. لتعرفوا آخر الأخبار المتداولة على السوشيال ميديا وأهم الترند، تابعوني أنا دالين ببرنامج فولو أب. فولو أب يأتيكم على أوريانت في الأوقات التالية.